يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي لي قريب مصاب بمرض الجذام، فأخبرني بعض الناس أنه لا يقبر في مقابر المسلمين الجماعية، بل يقبر في مكان لوحده منفردا. أعوذ بالله، فهل هذا صحيح؟ أعوذ بالله من هذا الكلام. هذا مسلم يدفن في مقابر المسلمين مهما كان مرضه، يدفن في مقابر المسلمين. اللي يعزل عن مقابر المسلمين الكافر، هو الذي لا يدفن في مقابر المسلمين. أما المسلم يدفن والمرض انتهى بموته خلاص، ولا ينتشر مرضه وهو في القبر. نعم.